بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. التربية الجنسية في الإسلام، هناك زوايا موجودة في الإسلام لم تطرق ولم تزر من قبل. من تلك الزوايا زاوية الجنسية، كيف يتعامل الإسلام مع قضية الجنس؟ كيف يربي الإسلام الإنسان من هذه الناحية؟ كل ذلك سوف نتعرف عليه هذه الليلة في مأتم المرخ في قرية المرخ الحبيب.